والعجيب أنه في واحد اسمه علي المحسن قال أن النبي خُيّ بين الإمامة وبين ابنته أم كلثوم فاختار الإمامة وآثر أن يضحي بابنته من أجل الإمامة. عفرم عليك عفرم. وبعدين شو صار بالإمامة اللي ضحى من اللي ضحى ببنته من أجلها يا علي المحسن؟ شي عجيب والله شي عجيب. شو صار بالإمامة؟ راح وبايع أبو بكر. طيب عمر أمره أن يزوجه. مش بس هيك كمان كمان شو قال علي المحسن؟ إجا سيدنا عمر لسيدنا علي من بعد ما تزوج، الآن عنده ولد من أم كلثوم بنت علي، سميه عمر. حاضر نعم نعم. وراح وسميه سيدنا علي، سمى ابنه شو؟ عمر. وأما ما سألته من السؤال الثاني أن أمير المؤمنين سمى أبناءه بأبو بكر عمر عثمان، وهذا طبعا هم أيضا هؤلاء يستدلون من ذلك على أن أمير المؤمنين يحب أبا بكر وعمر وعثمان لأنه سمى بأسمائهم. ونحن نقول أنهم رووا أن عمر هو الذي سمى ابن أمير المؤمنين بعمر في بعض الروايات، الآن لا يحضرني مكانها، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بشر بولد وكان عمر جالس، قال سمه عمر، فأمير المؤمنين ما أراد مجادلته و الرد والإنكار عليه أو تغيير حتى لا يحمل على محامل أخرى، ومن أجل كف الشر سماه عمر لا لمحبة عمر. ما شاء الله، سمى ابنه عمر ليس محبة لعمر، وزوج بنته لعمر ليس محبة لعمر، وبايع عمر ليس محبة لعمر، وقال لعمر لا تذهب بنفسك لملاقاة الروم لأنه لا مرجع للناس يرجعون إليه بعدك، ليس محبة لعمر. فهمونا شو هالشخصية هذه التي تفعل كل هذا؟ ليس محبة لعمر. يا لك من مروض للحقد والكراهية، بل محبة لعمر رضي الله عنه. وبمناسبة الكلام على تزويج ابنته أم كلثوم لعمر، انظروا كيف صحح هذا الرجل الرواية، وانظروا إلى تبريراته، ثم صحح رواية ذاك فرج غصبناه. يا ويلتاه يا ويلتاه، أهذا هو علي الكرار؟ أهذا هو علي الكرار الشجاع تغتصب ابنته ويرضى بذلك لسنتين ولا يقاوم عمر؟ أيعقل أن يفعل هذا أبطل الأبطال عندكم؟ والله لا يفعلها أخص الناس. ثم انظروا بعد ذلك ماذا قال؟ قال يعني من أجل الإمامة سكت، من أجل الإمامة. طيب هل حصل على الإمامة أم بايع عمر ثم بايع عثمان؟ كيف يضحي بابنته من أجل الإمامة ثم لا يحصل على الإمامة؟ عجبا لأمركم أيها الشيعة، من تستطيعون أن تقنعوا إلا مريض قلب مثلكم؟ هذه في الرواية الكافي موجود عن أبي عبد الله في تزويج أم كلثوم، لم يذكر أم كلثوم هي بنت الزهراء أو لم تكن ابنة الزهراء، قال إن ذلك فرج غصبنا، وهذه رواية صحيحة، وهذه رواية صحيحة، وهذه رواية صحيحة، قال إن ذلك فرج غصبنا، وهذه رواية صحيحة. فإذا وجدت الرواية التي هي صحيحة كيف يمكن لنا أن نردها؟ حسب دلالة الأحاديث الصحيحة أن عمر تزوج من أم كلثوم صحيح، لكن بعد أن هدد أمير المؤمنين سلام الله عليه كما دل عليه روايات صحيحة عندنا،
أنه هدده بأنه إذا ما وافق على الزواج فإنه سيقيم عليه شهادة بأنه سرق وسيقطع يده في السرقة. فالمسألة دارت بين حفظ الإمامة، أن الإمام هل يجب عليه أن يحفظ الإمامة أو يحفظ بنته، حفظ الإمامة أولى لأنها متعلقة بمصالح الدين، فلذلك الإمام رضخ مكره، ولهذا روي عن الصادق سلام الله عليه أنه قال ذلك فرج غصبناه. طبعا هذا أحد عوام الشيعة أصيب بالجنون من اعتراف علي المحسن بهذه الحقيقة، فأراد أن يطعن بذلك عن طريق المقارنة بالسن بين عمر وأم كلثوم. لكن نحن نقول أن عليا سارع إلى تزويج ابنته، فرصة فرصة، حدا بيصح له يزوج بنته من عمر؟ أو والله لو كانت بنتي عمرها 6 سنين لزوجتها لعمر. الله أكبر، إنه شرف عظيم لعلي كما أن ابنته شرف عظيم لعمر. الله أكبر، اجتمع الشرف في رجلي الشرف، وأنتم طعنتم في الاثنين، مش بس بسيدنا عمر، طعنتم بسيدنا علي. ذاك فرج غصبناه، إنها صغيرة ويلا معلش ما بدي أعمل مشاكل، خلاص بزوج بنتي بسمي ابني عمر، معلش ما بدي مشاكل، أنا ما بدي مشاكل. فانظروا كيف رد عليه علي المحسن. أما بالنسبة إلى ما تفضلتم به من أنه من جهة يعني بلغة الأرقام كما ذكرت، هل يمكن أن يتزوج عمر الذي هو عمره مشارف إلى 50 أو فوق 50 يتزوج بامرأة بطفلة عمرها 9 سنوات؟ نقول لا مانع من ذلك، يعني لا مانع عقلي ولا شرعي ولا عرفي في ذلك الزمان. في ذلك الزمان ممكن، حتى في زماننا هذا لو أنه واحد ثري وتزوج امرأة صغيرة. شكرا لك على عدم الممانعة والمقاومة. يا لطيف، والله بيستاهل إمامي مدى الحياة ده عمر. إذا عم يخوف الأسود، سيدنا علي موصوف بالأسد، هيك الأسد بيعمل، تنضرب زوجة سيدنا علي بيروح بيهدي الضارب بنته، يسلب الإمامة، بيروح يسمي شو اسمه ابنه عمر. عفوا، في شيء غلط يعني، يا أما سيدنا علي غلط يا أما أنتو غلط، واحد من الاثنين، يا هو غلطان يا أما أنتو غلطان. والله إن شاء الله لو صرتوا مليارات شيعة وأنتو على غلط، وهيدا اللي عم بتجيبوه يطعن بسيدنا علي، سيدنا علي أفضل منكم كلكم، ولا يمكن أن يكون سيدنا علي هيك أبدا. إذن يلزم أن عليا ساهم في إعادة الدين إلى النقص ببيعته أبا بكر وعمر وعثمان، كذلك الحسن، كذلك لما بايع معاوية هو الحسين، ها كذلك عاد بالدين قدوة اقتداء بأبيهما، نعم عاد بالدين إلى النقص. بقي حوالي تقريبا 5 سنوات وشوي مع خلافة في ابنه الحسن، يعني أهل البيت ما حكموا إلا 4 سنين ونص إلى 5 سنوات بس. يعني الله هدد نبيه من أجل إمامي بتبقى 5 سنين؟ معقول الكلام؟ بالله معقول؟ حدا بيصدق؟ هل يخلف الله وعده فيعد بالعصمة ثم يخلف وعده ولا يساعد مستحق الإمامة؟ أليس مراعاة كمال الدين أهم؟ وهل لا تتوحد الأمة، يعني لا تتحقق وحدة الأمة إلا بنقص الدين؟ وين عقيدة اللطف؟ هل لم يعد ممكنا تحقيق وحدة الأمة إلا بوقوع النقص في الدين؟ ما عاد تتوحد الأمة، ما عاد يتمر الدين إلا بإيش؟ بوقوع النقص. إذن يلزم أن سيدنا علي تعمد إنقاص الدين، تعمد إنقاص الدين،
وتعمد ابنه الحسن إنقاص الدين بترك الخلافة وتسليمها لمعاوية، وبقي الدين ناقص حتى اليوم. هذه عقيدة الشيعة. والله لم نفتري عليهم ولم نذكر شيئا من عندنا، لكن هذا ما سطرته كتبهم. بئس الاختيار من علي أن يختار ما يبقي معه الدين ناقصا إن كنتم صادقين. يعني كان لزاما عليه أن يتخذ موقفا من أجل أن يبقى الدين كاملا. كان مفروض يرفض بيعة أبي بكر وعمر وعثمان. ليش؟ حتى يبقى الدين كاملا، وحتى لا يكفر، لأن مبايعة من لا يستحق الإمامة كفر. فهو عندكم قد كفر بترك الإمامة ومبايعة الشيخين بما تسبب بعودة الدين إلى النقص قبل بلاغ النبي الإمامة بعلي. بالله كيف سيكون موقف الكفار من هذا الدين؟ وكيف ستكون نظرتهم إليه؟ وفيه من يلتزم نقص الدين وتحريف كتابه واختفاء إمامه. ثلاث مصايب الآن: كمال الدين وتمام النعمة، عنوان جميل والله أعترف، لكتاب رافضي. ماذا أراد الرافضي بهذا الكتاب؟ أراد بهذا الكتاب اللي عنوانه ملفت للنظر، مغري، يعني عنوان بتشوفه بتقول والله خليني أقرأ الكتاب، عنوان جميل. وهو مستقى من قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلا أن مؤلف هذا الكتاب ابن بابويه القمي الملقب زورا بالصدوق حصر كمال الدين وتمام النعمة بالإمامة. بمعنى إذا تحققت الإمامة كان الدين كاملا، إذا ما تحققت الإمامة صار الدين ناقصا. لكن تعجب أنه كمال الدين يتحقق بإمامة ما ذكرها القرآن الكريم، لا وجود لها أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. حتى إن كمال الحيدري، أسأل الله أن يهديه، لأني اليوم أرى أنه حقيقة شديد على هؤلاء. وين من زمان، من كم سنة كنا أعددنا العدة للرد عليه، الآن هو وفر علينا. كمال الحيدري راح وصرح بأن كل أدلتنا حول الإمامة محفوفة بسياقات تأبى أن توافق عليها. كل الآيات التي استدل بها على مسألة الإمامة والولاية كلها محفوفة بسياقات لا توافق عليها. إذا قلتم أنه بايع الشيخين لصيانة وحدة الأمة، فلماذا لم يبايع معاوية صيانة لوحدة الأمة كذلك؟ مع العلم أن بحربه لمعاوية قد انشقت الأمة إلى حزبين وفرقتين. كيف يراعي وحدة أمة بقيت موحدة لكنه لم يراعي وحدتها مع معاوية فبقيت ممزقة حتى اليوم؟ ما هذه القرارات العلوية المتسببة بنقص الدين في الإمامة ببيعته للشيخين، ونقص الدين كذلك عن طريق إخفاء القرآن حتى بقي الناس على جمع قرآن أبي بكر وعمر؟ كل هذه لوازم تثبت صحيح أن الدين كامل، أشهد، لكن أشهد أن هذا الدين مليء بالثغرات والتناقضات. أعني بذلك الدين الرافضي. السلام عليكم ورحمة الله. ثم كل تبريرات الشيعة واهية في قضية لماذا بايع الشيخين، مثل أنه فعل مثلا مراعاة لوحدة الأمة. طيب فما باله لم يراعها مع معاوية؟ كمفروض بما أنه بيعلم الغيب أنه ما يقاتل معاوية. ليش؟ لأنه يعلم أنه حيصير في فتنة بعدين ويتفرق الصف، مفروض أنه ما يحارب معاوية. طيب ليش يعني كمفروض
مفروض كان ما يبايع أبا بكر وعمر لأنه يعلم بالغيب أنه شو؟ أنه الأمور سوف تسير على أحسن ما يرام، وأن الشيخين سوف يقيما الأحكام وينهضا بالأمة ويفتحان الفتوح إلى غير ذلك. فمفروض كان شو؟ ما يبايع. راح وحارب معاوية، مفروض كمان أنه ما يحاربه، لعلمه أنه هالشي حيؤدي إلى تفرقة المسلمين. أنا بدي أعرف كيف أنت بتدعوا أنه سيدنا علي بيعلم الغيب؟ شوفوا شو صار. كذلك يقولون النبي أمره بالصبر، ممتاز، قال له بس تصبر على أبو بكر وعمر وعثمان، بس إياك تصبر على معاوية، ها هو قاتله. إن قلتم أن عليا كان مرغما وضعنا هذه العبارة العلوية في نهج البلاغة أمامكم، دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. صريح، ما كان مرغم، عرضت عليه فرفضها. بعضهم شو قال؟ يعني هو كان أصلا كان زعلان أيضا، وقال شو هلا ما بدي إياها، كان مفروض من أول تعطوني إياها، هلا ما بدي، أنا زعلان. وعن القرآن، ها جمعتوا القرآن، قرآنكم غير كامل، بس مشان قيم الحج عليكم حأخفيها، وأنا زعلان، ها إن شاء الله عمره ما حدا قرأ القرآن. لكن السؤال الآن، هل أوصل الله الأمة إلى هذه المعضلة بحيث لا يكمل الدين إلا بإمامة شخص ثم ينقص الدين بسبب عجز مستحق الإمامة عن تقلد منصب الإمامة؟ ومش بس سيدنا علي بالنقص ببيعته لأبي بكر وعمر وعثمان، لا، بقي ناقصا حتى في عهد